يا أيها الإنسان مهلا انتبه، هذا مقال الصدق غير مشتبه، فقد أتيت ناصحا ومرشدا، عساك أن تلقى بهذا الرشدا، موجها نصحي بحسن نيتي، مرضاة ربي غايتي ووجهتي، فانظر إلى هذا الكلام واتعظ، وكن نبيها الفكر حاذقا يقظ، اعلم هديت للرشاد والتقى، بأن لله الدوام والبقاء، فكل ما مضى أخي لن يعود، الأرض تفنى والسماء والوجود، أمس مضى واليوم ذا سيرحل، وذاك يوم قد أتانا يقبل، وهذه السنون يطويها الفنا، في لحظة نموت لا نبقى هنا، ألم تر الأمس الذي قد انقضى، مر كطيف في السماء أو مضى، أجسادنا نحو القبور تدفع، ونحن في لهو الحياة نرتع، فالموت يأتي بغتة فلا نعي، متى يقال ذا الفقيد قد نعي، انظر إلى أهل القرون الماضية، فهل ترى لهم هنا من باقيا، فأين كسرى والعظيم قيصر، وأين من لذي الديار عمروا، وأين قارون وأين ما ملك، من الكنوز في العذاب قد هلك، أين الملوك والسلاطين الأولى، وأين من راموا الوصول للعلا، أين الذين للقصور شيدوا، أين الذين في الحياة مجدوا، لقد فنوا وما بقي منهم خبر، أليس في فنائهم من معتبر، قد فارقوا هذه الحياة للأبد، فهل تحس أو ترى منهم أحد، إلى القبور يحملون في عجل، ريب المنون بغتة بهم نزل، مضوا إلى حيث الحساب يحرز، هناك حيث وعد ربي ينجز، إما إلى جنات عدن وارفاه، أو قعر نار باللهيب عاصفاه، فكل ما في الكون ذا سينتهي، فلا تكن عن كل هذا ملتهي، أكفاننا في الغيب صارت تنسج، وعن قريب في اللحود ندرج، الكل يبلى والغني والفقير، وكلنا حيث الأولى سار نسير، ألم يكن لنا بحال من غبر، من القرون عبرة ومدكر، فإنها ذكرى لكل مؤمن يرجو ثوابا من كريم محسن، نعصي الإله في صباح ومساء، ونرتجي التوبة بالقول عسى، أليس قد آن لنا أخي أن نتوب من ذنب الخفاء والعلن، أليس قد آن أخي أن ندع سلوك درب الملهيات والبدع، إلى متى التسويف هذا يا فتى،
بالله قل لي يا أخي إلى متى؟ فكيف ننسى فضل رب منعم؟ فهل هناك غيره من مكرم؟ طاعته على الأنام واجبة، فيما قضاه ربنا وأوجبه، فالله جل قد قضى أن نتبع، لكل حكم في الكتاب قد شرع، كان حلالا ذاك أو محرما، أو كان ندبا فعله أو لازما، فواجب أن نقتفي لأمره سبحانه في نهيه وزجره، فما قضى الرحمن للعباد قد صار دينا لازم السداد. إن كنت تبغي يا فتى منه الرضا فلا تحد لو لحظة عما قضى، احمده حمد من أناب واعتبر وتاب لله مقرا وازدجر، اضرع إليه طامعا في رحمتي واسأله سؤل راغب في منتي، إنا بهدي ربنا نلنا المنى لقد رضينا دينه نهجا لنا، بفضله نصير مسلمين على خطى الحبيب سائرين. فاهنأ أخي بهذه الفضيلة فإنها لنعمة جليلة.